بسم الله الرحمن الرحيم ايها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام لا زلنا نتواصل وياكم شوطا تلو شوط وها هي انطلاقه الشوط الخامس والشوط الخامس مخصص للحول المحليات الاصايل لابناء القبائل بنسير بكم مع مقدمه هذا الشوط هملوله في المقدمه لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان وفي المركز الثاني الشاهينيه للسيد حمد بن خيرات بالدودة العامري وفي المركز الثالث المركز الثالث الشاهنية للسيد منصور بن سيف بن راشد بن سالمين بن وفي المركز الرابع المركز الرابع الظبي للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري وفي المركز الخامس الشاهينيه للسيد سويدان بن عبيد بن سويدان العامري وفي المركز السادس المركز السادس الكاسبيه للسيد عبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي وفي المركز نشوف المركز السابع المركز السابع الشاهينية في هذه اللحظات لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان وفي المركز الثامن بينونه في المركز الثامن في هذه اللحظات للسيد سعيد بن مطر الرميذي وفي المركز التاسع المركز التاسع حجر للسيد علي بن خليفه الرميذي وفي المركز العاشر المركز العاشر هملوله للسيد حمد بن سالم بن علي الوهيبي نرجع واياكم ايها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام الى مقدمه هذا الشوط ارى في المركز لو الاول هملوله لا زالت في مقدمه هذا الشوط في المركز الأول لكن أرى هنا التغيير التغيير من الشاهنية تتسلل على حساب هملولة وتغير إلى مقدمة هذا الشوط للسيد حمد بن خيرات بالدودة العامري وفي المركز الثاني هملولة لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان وفي المركز الثالث الشاهنية للسيد منصور بن سيب بن راشد بن سالمين برحمه وفي المركز الرابع المركز الرابع الشاهينية للسيد سويدان بن عبيد بن سويدان العامري وفي المركز الخامس الكاسبية للسيد عبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي وفي المركز السادس المركز السادس هملولة للسيد حمد بن سالم بن علي الوهيبي وفي المركز السابع المركز السابع الشاهينيه لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان وفي المركز الثامن الظبي للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري بينونه في المركز التاسع للسيد سعيد بن مطر الرميثي وفي المركز العاشر مع رئيس الهجانه علي بن خليفه الرميثي هجر في المركز العاشر هذه النتيجه هذه النتيجه حتى هذه اللحظات والعوده الى المركز الاول والى شعار بن خيرات الى الشاهنيه للسيد حمد بن خيرات بدوده العامري لازالت مسيطره على مقدمه هذا الشوط الملاحقه والمتابعه من هملوله لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان وفي المركز الثالث الشاهنيه للسيد السودي بن عبيد بالسودي العامري وفي المركز الرابع الشاهنيه للسيد منصور بن سيب بن راشد بن سالمين برحمة وفي المركز الخامس الشاهينية لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان وفي المركز السادس الظبي للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري وفي المركز السابع المركز السابع حملولة للسيد حمد بن سالم بن علي الوهيبي وفي المركز الثامن الكاسبية للسيد عبدالله بن ضاحي بن عبد الله العميمي وفي المركز الثامن المركز الثامن من ظن الظن الظنة وصلت وانتقلت الى المركز الثامن في هذه اللحظات واول ندى للظن للسيد سالم بن سيف بالعلي بالكليب بالشتبي المركز التاسع العملة في المركز التاسع للسيد سالم بن حمد بالبطين المري وفي المركز العاشر نشوف من الجانب الثاني للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي اللي, اللي في المركز العاشر واسمها الظبي هذه النتيجه هذه النتيجه حتى هذه اللحظات ونرجع واياكم ايها الحفل الكريم مشاهدين الكرام الى مقدمه هذا الشوط والى شعار حمد بن خيرات بدوده العامري مع الشاهينيه في المقدمه لكن التسلل من الجانب الثاني من الشاهينيه للسيد السودي بن عبيد بالسودي العامري تتسلل الشاهينيه وتندفع الى مقدمه هذا الشوط المركز الثاني الشاهينيه للسيد حمد بن خيرات بدوده العامري وفي المركز الثالث هملولة لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان وفي المركز الرابع تغير إلى المركز الثالث هملولة للسيد حمد بن سالم بن علي الوهيبي وفي المركز الرابع الظنة للسيد سالم بن سيب بن علي بالكليب الاجتبي وفي المركز السات المركز السات العملة بدأت ترتفع أسعار العملة للسيد سالم بن حمد بالبطين المري وفي المركز السابع الكاسبيه للسيد عبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي وفي المركز التاسع المركز التاسع في هذه اللحظات الشاهنية في المركز التاسع للسيد منصور بن سيب بن راشد بن سالمين بن رحمة وفي المركز العاشر الضبي تغير إلى المركز التاسع في هذه اللحظات للسيد محمد بن سلطان بن مرخان علاج تبي هذه النتيجه هذه النتيجه ونرجع نرجع الى مقدمه هذا الشوط وبنشوف بنشوف رده الان الشاهينيه وغيرت وانتقلت الى مقدمه هذا الشوط للسيد حمد بن خيرات بالدوده العامري وفي المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني اراهملوله هملوله هملوله للسيد حمد بن سالم بن علي الوهيبي المركز الثالث الظنه في المركز الثالث تغير الى الثاني عينها على مقدمه هذا الشوط الظنه للسيد سالم بن سيف بالكليب اللي اجتبي وفي المركز الرابع العمله في المركز الرابع للسيد سالم بن حمد البطين المري وفي المركز الخامس يا سلام الظبي مع صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان اللي تبي تغير الى المركز الخامس تترقب الاوامر من المضمر والمدرب والذي يغير يقدم الظبي وإنجاز تلغائي حتى هذه اللحظات الأوامر ما صدرت ونحن نغترب 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 من الكيلوات الأخيرة يعني وصلنا إلى لوحة الندى في الختاميات دائما نقول ألف عن خط النهاية يعني هذا إعلان شديد اللهجة للإخوان ينتبهون ويراغبون هجنهم في هذه المسافة نشوف ونرجع إلى هملولة هملولة الأولى تسيطر على مقدمة هذا الشوط للسيد أحمد بن سالم بن علي الوهيبي قادمة من الشرقية وبالأخص من سلطنة عمان نشوف الظبي الظبي تتسلل إلى المركز الثاني لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي إلى المركز الثاني العملة في المركز الثالث للسيد سالم بن حمد بالبطين المري المركز الرابع الشاهنية تنتقل إلى المركز الثالث للسيد حمد بن خيرات بدودة العامري يا سلام المعركة بتكون شديدة المعركة طاحنة التجمع أربع حول من الأصايل على المقدمة هناك يدل على المنافسة يدل على المنافسة ورا الشاهينية تتسلل من الجانب الثاني يا سلام الشاهينية تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد حمد بن خيرة حمد بن خيرات العامري العملة العملة بدأت ترتفع العملة تغير وتنتقل الى مقدمة هذا الشوط العملة للسيد سالم بن حمد بن البطين. المري يا سلام الشاهينية الشاهينية ايضا عينها على مقدمة هذا الشوط عينها على السلامات لها لمدينة العين يا سلام يا الشاهينية للسيد حمد بن خيرات بالدودة العامري بدت تتسلل بدت تغير بدت تنتقل وبنقول سلام سلام عليكم يا اهل مدينة العين اسعد الله صباحكم يا اهل الوقن تهانينا من الاعماق للسيد حمد بن خيرات بالدوده العامري على فوز شاهينيه بالمركز الاول المركز الثاني العمله للسيد سالم بن حمد البطين المري المركز الثالث هملوله للسيد حمد بن سالم بن علي الوهيبي المركز الرابع الظبي للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي وفي المركز الخامس بينونه للسيد سعيد بن مطار بن محمد الرميثي هذه النتيجه والتوقيت الزمني ساعه وصول الشاهنية إلى خط النهاية تسع دقائق 42 ثانية جزئين من الثانية تهانينا للسيد حمد بن خيرات بالدودة العامري والذي وصلت في المركز الثاني العملة نشوف العملة ساعة وصولها إلى خط النهاية تسع دقائق 43 جزء واحد من الثانية تهانينا للسيد سالم بن حمد بالبطين المري والذي وصلت في المركز الثالث شوف المركز الثالث ساعة وصولها إلى خط النهاية هملولة تسع دقائق خمسة واربعين ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا للسيد حمد بن سالم بن علي الوهيبي تهانينا للجميع والناموس أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء يستمر التواصل في انطلاقات هذا اليوم وهذه انطلاقة شوطنا السادس الذي